صوت الأب تقدم لك بالشهادة مسمياً إياك ابناً محبوباً والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت وأنرت العالم أيها المسيح الإله المجد باعتمادك يا رب في نهر الأردن ظهرت السجدة للثالوث لأن صوت الأب تقدم لك بالشهادة مسمياً إياك ابناً محبوباً والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت وأنرت العالم أيها المسيح الإله المجد بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اسمحوا لي سيادتكم نيافتكم في هذا المساء المبارك والعطر باسم نيافة رئيس أساقفتنا المطران سهيل دواني باسم المجمع الكنسي للكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية باسم رعية هذه الكنيسة وبالأصالة عن نفسي أن أرحب بكم جميعا نيافة الأساقفة سيادتكم الأباء الأجلاء الإخوة الحضور الكرام أيها المؤمنون أرحب بكم في بيت الرب في هذا اليوم الكريم في هذا اليوم الفرح الذي زرع في حياتنا وفي قلوبنا لأننا نؤمن هذا هو اليوم الذي صنعه الرب
فلنفرح ولنتهلل به هذا اليوم الذي نرى به كنائسنا آباؤنا الأجلاء، نجتمع في صلواتنا للرب يسوع المسيح المخلص الذي دعا من أجل الوحدة، الذي صلى من أجل هذه الوحدة، والذي طلب منا بالأحرى أمرنا أن تكون واحد. اليوم ربما تكون ذرة بداية في زراعة ليكون لنا ثمر في المستقبل في وحدة واحدة. شاكرين الرب يسوع المسيح لأنه جمع البابا والبطرك وجمع رؤساء كنائستنا ليفتكروا بأن تكون لنا وحدة في أعيادنا. نشكر الرب لأنه جمعنا في الإيمان الواحد بالرب يسوع المسيح الذي خلصنا. نشكر الله لأنه أعطى لكل واحد منا قلبا لحميا كما يقول الكتاب المقدس، ينبض بالحب بالوفاء بالإخلاص، لنكون واحدا مع الرب يسوع المسيح في هذا المكان المقدس. شاكرين الرب من أجل وجودكم جميعا، طالبين من الله أن يبارك على هذه الخدمة ونخرج في ثمر صالح مثمر من ثمار الروح، فننمو أمامه بالحكمة والنعمة والقامة وأمام جميع الناس. الوحدة المسيحية للمسيحيين هو جوهر حياة كل إنسان الذي نصلي من أجله في كل خدمة، في كل صلاة، في كل قداس، ومن أجل السلام، ضارعين إلى الله أن يباركنا، يبارك كنائسنا، يبارك أردننا العزيز، ويبارك على مليكنا، وخصوصا ونحن نحتفل اليوم بميلاده، آملين أن يعم علينا السلام والوئام، وأن تستمر حياة الوفاق فيما بيننا، أن نعيش هذه الحياة أبدا ودائما، ليس فقط بالنظرية وإنما بالعمل الذي أعطي لنا أن نعمل، فيروا إيمانكم الحسن ويمجد أباكم الذي في السماوات. أهلا وسهلا بكم نيافتكم، سيادتكم والأساقفة والآباء، أهلا وسهلا بسفرائنا الموجودين من لبنان ومن روما، وأهلا وسهلا في نور سات الذين حضروا لهذا اللقاء، وأهلا وسهلا بكم جميعا، وكل عام وكل وحدة ونحن بألف خير. وساركة الروح القدس لتكون مع الجميع. أحبائنا في المسيح يسوع، فيما نجتمع اليوم للصلاة من أجل الوحدة، نشكر الرب إلهنا على الدعوة والكرامة المسيحية بحسب الإصحاح الثاني من رسالة القديس بطرس الأولى في الآية التاسعة، والتي تم اختيارها شعاراً للاحتفال هذا العام: وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. نصلي هذا العام مع مسيحي دول العالم مشاركينهم الصلاة على أمل أن ننمو في اتحادنا الروحي مع إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وجميع الإخوة والأخوات المتطلعين للوحدة والمصلين من أجل تحقيقها بنعمة الروح القدس الحي فينا، هدية الآب عبر ابنه يسوع المسيح
ليفتح قلوبنا وأذاننا لنصغي إلى صوته. الروح القدس هبة الله عبر ابنه الوحيد يكون معنا جميعا. الروح القدس مصدر الوحدة والقداسة يرينا محبة الله. أيها الروح القدس طهرنا وأزل كل الانقسامات من قلوبنا ومجتمعاتنا ومن العالم واجعلنا واحدا باسم يسوع المسيح فادينا. أيها الروح القدس قوي إيماننا بالمسيح الذي تجسد بحق وحمل خطايا انقسامنا على الصليب ومنحنا الشركة بقيامته. ليكن الآب والابن والروح القدس معنا جميعا لنكون شركة في الحب والقداسة. اجعلنا يا رب واحدا فيك إلى أبد الآبدين. إن الله يدعونا إلى المصالحة والقداسة. دعونا نتوجه بأفكارنا وقلوبنا وأجسادنا لنقبل نعمة المصالحة في طريق القداسة. لقد خلقتنا يا الله على صورتك ومثالك، اغفر لنا حين لا نحترم العالم والطبيعة التي وهبت لنا. كيريا ليسون. أيها المسيح أنت تدعونا للكمال كما هو أبونا السماوي كامل. اغفر لنا عندما نتخلى عن القداسة والاستقامة وعندما لا نحترم حقوق الإنسان. كريستا ليسون. يا إله الحياة والسلام والعدالة اغفر لنا عندما ننقل ثقافة الموت والحرب والظلم وفشلنا في بناء حضارة إنسانية عمادها الحب. كيريا ليسون. إلهنا الرحيم املأنا بنعمتك وقداستك، اجعلنا رسل حب أينما ذهبنا. نصلي باسم يسوع إلهنا. آمين. إعلان كلمة الله. لتكن كلمة الله التي سنستمع إليها بمثابة انفجار للحب في حياتنا. اسمعوا وسوف تعيشون. بتواضع كأبناء لله وإخوة وأخوات في المسيح نتلقى رحمة الله واستجابته لنا لكي يجعلنا عهداً جديداً في علاقاتنا مع بعضنا البعض. أيها الإله القدير، بالرغم من وحدتنا التي نستمدها من المسيح، إلا أننا ماضون في الانقسام والتمزق، ارحمنا واعف عن أخطاء الماضي. أيها الإله القدير، حامت روحك على سطح المياه حيث ظهر التنوع وازدهر. نعترف يا رب بصعوبة عيش هذا التنوع وهذا الاختلاف. اغفر لنا يا رب زلاتنا إن كان من العقل أو القول
أو الفعل وأدى إلى التمزق والانقسام. أيها الإله القدير الوافر الرحمة، عظيم النعم، المعلم والمصغي، لقد أعطيتنا ولادة ورؤية جديدة من الأمل لتشفي أسقامنا. نعترف بأننا فشلنا بأن نصغي لصوت يختلف عنا، فشلنا بأن نقول كلمة تشفي أو تبعث الأمل. حاصرنا الأصوات التي تدعو إلى التضامن والانسجام. قدوس أنت الله، قدوس أنت القوي، قدوس أنت الحي الغير الميت، يا من صلبت عوضنا فارحمنا. أيها الأب القدير، أنت مصدر كل خلق في الكون، وبكلمة واحدة تهب الحياة. نعترف بأننا لن نصغي إلى صوت مخلوقاتك التي تدعو للتحرر والتجدد. ساعدنا لكي نسير معا وأن نصغي إلى صوتك من خلال مخلوقاتك التي تعاني وتطمح للعناية والشفاء. إننا نسمع كلامك في الإنجيل، إلا أن قلوبنا ما زالت قاسية ورقابنا لا تنحني، فارحمنا واغفر لنا عصياننا وتمردنا. يا رب، يا ينبوع الرحمة والنعمة، أسكب فوق رؤوسنا سر مصالحتك، لكي يتحول حبك فينا إلى ينبوع للماء الحي، لكي يحفظ قوتنا بالمسيح ربنا، آمين. قادشات له، قادشات حيلتونه، قادشات لميوتو، مشيحو دتعميد من يوحنون، اترحى معلين. أيها الرب يسوع المسيح، إنك آدم الجديد،
الذي جلبت لنا المغفرة مع حواء الجديدة والدتك العذراء مريم، إلا إننا ما زلنا نسمع لآدم الأول وحواء الأولى، فاغفر لنا خياراتنا الخاطئة. قدوس إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم، ربنا يسوع بدم العهد الأبدي يكملنا في كل عمل صالح لنصنع مشيئته، عاملا فينا ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين. آمين. صلي. أيها إله الأزل القدير، يا من تجمع ما تفرق وتحفظ ما جمعته، انظر برضا إلى خراف القطيع الذين قدس عماد واحد وليسدهم كمال الإيمان وليدمهم رباط المحبة بربنا وإلهنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك، معك ومع روح القدس إلى دهر الدهور. آمين. قراءة من سفر أشعياء النبي، بركاته على جميعنا. آمين. أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلم اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. لماذا تزينون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب، ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. أميل أذانكم وهلموا إلي، اسمعوا فتحيا أنفسكم، وأقطع لكم عهدا أبديا، مراحم داود الصادقة كلام الرب. ترتيلة اللازمة، يا ريتنا نصلي مع بعضنا ونرتلها مع بعض. أبارك اسمك إلى أبد الآبدين، مع بعض كمان مرة. أبارك اسمك إلى أبد الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. أبارك اسمك إلى أبد الآبدين، أعين الكل تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. أبارك اسمك.
الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه بالحق. أبارك اسمك إلى أبد الأبدين. فصل من رسالة القديس بطرس الرسول الأولى. وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. اسمعوا لتحيوا. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. لك يا رب المجد لنصغي. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجاً ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجاً ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء للجميع، لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات. كلام الرب. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد.
أصحاب سيادة المطارنة الأجلاء، إخوتي الكهنة، أيها المؤمنون بالمسيح الأعزاء، نجتمع اليوم في بيت الرب هذا لكي نرفع صلاتنا إلى الله، طالبين منه أن يجود على جميع المؤمنين بالمسيح أن يكونوا واحداً في إيمانهم، واحداً في كنيسة المسيح كما أرادها المسيح أن تكون. لقد أسس السيد المسيح كنيسة واحدة وختمها بهيكلية الرسل، وجعل الرسل حجارة الأساس يشتركون في رسالته وسلطانه. ولكن منذ عهد الرسل ظهرت بعض انقسامات وانحرافات في الإيمان، استنكرها الرسل وشجبوها بشدة، وفي غضون القرون اللاحقة وقعت أيضاً انشقاقات أشد خطورة. جراح الكنيسة، جراح وحدة الكنيسة تمت وتتم بخطيئة البشر، ونتيجة لذلك يقف المسيحيون اليوم مواقف متباينة إيمانية وينهجون طرقاً مختلفة، كما لو كان المسيح نفسه قد تجزأ. هذا التفتت يتعارض صراحة مع إرادة المسيح، وهو حجر عثرة للمسيحيين وللعالم. وقد نشأت الحركة المسكونية متوخية أن يكون المسيحيون واحداً، فأخذت تقوم مبادرات واتصالات ودراسات لاهوتية جعلت المسيحيين يدركون أن السعي إلى وحدة الكنائس واجب تلبية لرغبة المسيح. فالحركة المسكونية ليست ملحقاً يضاف إلى عمل الكنيسة الاعتيادي، بل هي من صلب كيانها. قال البابا القديس يوحنا بولس الثاني: إن أن نؤمن بالمسيح يعني أن نكون أن نريد الوحدة، وأن نريد الوحدة يعني أن نريد الكنيسة، وأن نريد الكنيسة يعني أن نريد موهبة النعمة التي تلبي قصد الآب منذ الأزل. فالمسيحي الصالح هو أولاً يؤمن بأنه من جوهر الكنيسة أن تكون واحدة في إيمانها، أن تكون الكنيسة واحدة في شركة الإيمان، هم جوهري من هموم كل المسيحيين رعاة ومؤمنين، بل هو هم الكنيسة الذي عبر عنه السيد المسيح حين صلى إلى الآب قائلاً: فليكونوا بأجمعهم واحداً كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونهم أيضاً واحداً فينا، حتى يؤمن العالم أنك أنت أرسلتني. وحدة الثالوث الأقدس هي مبدأ كل وحدة بين المسيحيين، وهي ينبوع وحدة المسيحيين على إيمان واحد ومحبة واحدة. فالكنيسة واحدة في ينبوعها،
واحدة في مؤسسها، واحدة في روحها. ومن جوهر الكنيسة أن تكون واحدة كما أسسها وأرادها المسيح. وقد قال القديس كليماندوس الإسكندري: يا له من سر عجيب، أب واحد للكون وكلمة واحدة للكون، وكذلك روح قدس واحد هو في كل مكان، وعذراء واحدة صارت أماً، ويطيب لي أن نسميها الكنيسة. فمن جوهر الكنيسة أن تكون واحدة، وهذه هي هبة من الله لا تحتويها حدود بشرية. وبالتالي فإن التقاء جميع المسيحيين في كنيسة واحدة وعلى إيمان واحد يفوق قوى البشر وتخطيطهم وذكائهم. الكنيسة في مفهومها اللاهوتي لا تحتويها حدود بشرية ولا حدود طائفية. ثانياً، المسيحي الصالح يؤمن بأن ما يجمعنا بالإيمان أكثر بكثير مما يفرق بيننا. صحيح أن جميع المسيحيين لا يلتقون على إيمان واحد في المسيح، إلا أن ما يجمعهم بالإيمان هو أكثر بكثير مما يجعلهم مختلفين. كلنا نعترف في قانون الإيمان بأن الكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. كلنا نؤمن بأن الروح القدس يملأ الكنيسة ويحييها ويسوسها. كلنا نؤمن أنه في داخل شركة الكنيسة الواحدة توجد شرعاً كنائس محلية تتمتع بتقاليد خاصة، وهذا التنوع لا يعارض وحدة الكنيسة، فالكنيسة لا تنحصر في انتماء طائفي ولا في شعب من الشعوب، ولا تقتصر في عبادتها على لوترجية واحدة. نحن نؤمن بأن الكنيسة هي شعب الله وجسد المسيح السري وهيكل الروح القدس. إنها كرمة المسيح ونحن فيها الأغصان. إنها عروس المسيح التي صارت لنا أماً، وهي تجود علينا بالخيرات الإلهية التي استأهلها لنا المسيح بسر الفصح المجيد. إن القيم المسيحية المشتركة بين المسيحيين تساعد كثيراً على هدم الحواجز والحدود والمواقف السلبية التي لا تقبلها المحبة المسيحية. يلزمنا صفاء الرؤية المسيحية والقوة والشجاعة كي ندخل الفكر المسكوني في المدارس وفي مناهج التعليم المسيحي، وكي نربي أبناءنا على محبة بعضهم البعض وعلى الشهادة للمسيح بأخلاقنا الإنسانية والمسيحية وبالتزامنا المسيحي في كل مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والسياسية. ما أسهل على الإنسان أن ينزع إلى إقصاء الآخر، وفي شرقنا تظهر هذه النزعة في الأصوليات الدينية والطائفية وفي الحروب وفي تهجير المسيحيين من بلادهم وفي التصفيات العرقية وفي التغاضي عن المساواة بين المواطنين وفي الهوة التي تزداد اتساعاً بين الفقراء والأغنياء. في هذه الأجواء التي لا توفر الطمأنينة في القلوب، يدعونا إيماننا المسيحي إلى نبذ الخلافات
وإلى الثبات على المحبة والإيمان، وإلى الصلاة لكي نزداد وعياً على رسالتنا المسيحية في وطننا الغالي، فنلتزم بها ونشهد للمسيح شهادة حسنة. ثالثاً، المسيحي الصالح يؤمن بأن المحبة المسيحية وحدها تفضي بنا إلى وحدة الإيمان. إن الروح القدس يزرع في قلوب المؤمنين الرغبة الصادقة في أن يكونوا واحداً في المحبة والإيمان والشهادة للمسيح، ويكون المؤمنون صادقين في رغبتهم هذه عندما يسلكون طريق المحبة الإلهية التي تميز جماعة المسيح عن غيره من الناس. فالسيد المسيح أمرنا قائلاً: أحبوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم، كما أحبنا المسيح. فالمحبة المسيحية ليست مجاملات، بل هي كما أحبنا المسيح، وليس دفاعاً عن انتماء طائفي، بل هي كما أحبنا المسيح. ولا تنحصر في التعبير عن العواطف الجميلة، ولا تكتفي بإعلان المواقف الإيجابية، بل هي محبة فاعلة كما أحبنا المسيح. والمسيحي إنسان يقرب ضعفه وخطيئته ويبني محبته للمسيح ولكنيسة المسيح على توبة القلب والتواضع، على الصفح والغفران، على الصلاة المشتركة، على الاحترام المتبادل، على التنشئة المسكونية للمؤمنين. المحبة كما أحبنا المسيح هي العلامة المميزة بها يعرف الناس أننا مسيحيون. المحبة هي أساس حياتنا المسيحية، أساس هويتنا المسيحية، وهي كمال شخصيتنا المسيحية، وهي رسالتنا المسيحية. والعلاقة بين الكنائس تقوم على المحبة المتبادلة كما أحبنا المسيح، وعلى الصلاة أيضاً من أجل الوحدة بين جميع الكنائس. فالوحدة في الإيمان هي ثمرة المحبة كما أحبنا المسيح. فنحن دائماً بحاجة إلى إنعاش الروح المسيحية لدى جميع المؤمنين بالمسيح. نرفع صلاتنا في هذا المساء إلى سيد المسيح، رأس الكنيسة غير المنظور، معبرين عن إيماننا بأنه معنا، فهو قلب صلاتنا في هذا المساء، وهو يعطي صلاتنا أبعادها الفائقة الطبيعة، ويجعل من صلاتنا ترنيم السجود وتمجيد وشكر للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. الصلاة معاً تعني حضور الله بيننا، وهي تتطلب منا أن نقف أمام الله في منطق الله وليس في منطق البشر، في منطق الإيمان بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، في منطق المحبة المسيحية، لأن المحبة كما أحبنا المسيح هي ركن الدين المسيحي ومحور الإيمان. فلنطلب إلى السيد المسيح أن يحب المسيحيون بعضهم بعضاً كما أحبنا هو، وأن يحب الكنيسة كما أحبها هو، وأن يملأ نفوسنا سلاماً وثباتاً على محبته. آمين. لقد استمعنا أيها الإخوة لإنجيل ربنا يسوع المسيح
الذي قدسنا ودعانا جميعا إلى مائدة كلمته. سوف نحمل هذه الكلمة المقدسة إلى العالم أجمع، نحملها معنا لأننا متحدون في مهمة واحدة، أن نكون ملح الأرض ونور العالم، وأن نخبر بفضائل الذي دعانا الرب إلهنا. ندعو أولئك الذين يشاركوننا هذا الاحتفال أن يضيئوا شموعاً منفردة من هذه الشعلة المشتركة حتى نهاية هذه الخدمة، لنرفع صلواتنا نحن أبناء الرب الواثقين بكرامتنا ومهمتنا، عازمين العمل أن نكون أبناء الله المقدسين. من أجل رعاة الكنائس ورؤسائها، لكي يلتمسوا الوحدة بصدق ويتخذوا الإنجيل دليلاً وحوار الحب والسلام سبيلاً إلى الرب نطلب. من أجل الذين ينجرفون منا وراء كل معلم غريب وتعليم مريب، لكي يطلبوا الرب عند أصحاب الحب والسلام ودعاة الوحدة والوئام، إلى الرب نطلب. أيها الروح القدس، روح الفرح والسلام، اشفي انقساماتنا التي عززها حب المال والسلطة، واجمعنا من كافة الحضارات والثقافات واللغات، وحدنا كأبناء الله، إلى الرب نطلب. أيها المسيح يسوع، لقد توحدنا معك في سر المعمودية المقدس، لذا نحن اليوم نتوحد بالصلاة معك وبالكلمات التي علمتنا إياها نصلي، لكي نكون أسرة واحدة من أناس كثيرين وشركة مباركة للحب والتكامل والحياة، إلى الرب نطلب. من أجل جمهور المصلين اليوم معنا، لكي يصفوا قلوبهم وضمائرهم من الأنانية ويصلوا من أجل الوحدة التي صلى من أجلها المسيح، إلى الرب نطلب. من أجل المرضى والفقراء والمظلومين والمهجرين والنازحين والمعذبين والمنبودين، لكي يخف برحمتنا صليبهم ويتلاشى بحبنا عذابهم، إلى الرب نطلب. من أجل إخوتنا المسلمين الذين نتقاسم معهم عيشنا المشترك الواحد، لكي يرشد الله الواحد الذي يجمعنا كل الخيرين والساعين إلى السلام والمودة، فيكون الدين دائما عاملا وحدة وانسجام لا على مفرق وخصام، إلى الرب نطلب. من أجل جلالة الملك عبد الله الثاني وحكومته وأصحاب القرار وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية الأردنية، أن يمنحهم الله الحكمة والقوة لقيادة السفينة الأردنية نحو المزيد من التقدم والازدهار، وأن يبقى الأردن واحة أمن واستقرار، إلى الرب نطلب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء وهي كبيرة المؤمنين وعظيمة العابدين، وتؤتينا أن نحب الله حبها وأن نخاطبه خطابها ثقة وإيمانا، إلى الرب نطلب. يقول المسيح: أنتم ملح الأرض،
أنتم نور العالم، اجعلوا نوركم يسبق غيركم من العالم حتى نرى أعمالكم ونمجد الله أبيكم في السماوات. كونوا ملح الأرض، كونوا نور العالم. سلام الله معكم جميعا. As sons and daughters of God, brothers and sisters in our Lord Jesus Christ, having received the Holy Spirit, let us pray with confidence and gratitude in the words our Savior gave us. Abba, Nala, Fifi, Samba, Via Takada, Sismoka, Via Kima, Kuka, Via أجل يا ربنا نجنا من جميع الشرور، تعطف علينا وامنحنا السلام في أيامنا العصيبة، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن منتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. آمين. مشتركين معا في صلاة من أجل وحدتنا كمسيحيين. أيها الرب يسوع، يا من في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا صليت ليكون تلاميذك بأجمعهم واحدا، كما أن الآب فيك وأنت فيه، اجعلنا نشعر بعدم أمانتنا ونتألم لانقسامنا. أعطنا صدقا فنعرف حقيقتنا، وشجاعة فنطرح عنا ما يكمن فينا من لا مبالاة وريبة، من عداء متبادل. وامنحنا يا رب أن نجتمع كلنا فيه فتسعد قلوبنا وأفواهنا بلا انقطاع. صلاتك من أجل وحدة المسيحيين كما تريدها أنت وبالسبل التي تريد، ولنجد فيك يا أيها المحبة الكاملة الطريق الذي يقود إلى الوحدة في الطاعة لمحبتك وحقك. باركنا، ازرع محبتك في قلوبنا، وحدنا تحت مظلة صليبك. آمين. وأيضاً معاً نصلي من أجل السلام. اللهم مصدر الأشواق المقدسة والمشورات السديدة والأعمال الصالحة، امنح عبيدك ذاك السلام الذي لا يستطيع العالم إعطائه، حتى إذا خضعت قلوبنا لوصاياك وزال عنا خوف الأعداء تجعل حمايتك أيامنا رائعة في السلام بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. قال ربنا يسوع المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. فلنتبادل سلام المسيح. سلام المسيح. سلموا على بعض. طوبى للسعينا إلى السلام، يدعون
قلوبكم وأفكاركم بالمسيح يسوع. السلام لكم جميعا أنتم الذين في المسيح. طوبى للسعينا إلى السلام، اللهم الذي علمنا كيف نقبل بعضنا البعض ودعانا إلى ممارسة الفضيلة الصالحة، امنحنا نعمة السلام والصفاء لكي ما نسير قدما على دربك ساعينا إلى الوحدة المسيحية ونحن نمضي في سلام المسيح. دعونا نشارك بعضنا البعض علامة السلام. المسيح فينا. ونصلي أيضا معا. اللهم إننا نصلي طالبين أن تملأ قلبنا حنانا ورحمة، وأن تمنحنا دائما الماء الحي لكي يحمينا ويقودنا لخطاك، وأن ترافقنا لتواسينا وتباركنا. اللهم اجعل روح العطاء الحي أن ينفخ فينا تعاليمك المقدسة وأعمالك الصالحة، وارسم فينا قلبك الأقدس ليقوينا وليدافع عنا، واجعل لنا مكانا في قلبك لكي تمنح الحياة لجفاف قلبنا من خلال الماء الحي عطيتك الصالحة، وأضرم فينا نار محبتك لكي تطفي علينا الإيمان والأمل الراسخ والحب الصادق والكمال. آمين. تفضلوا ارتاحوا. أصحاب السيادة الأساقفة جزيلي الوقار، قدس الآباء الكهنة الأجلاء، الإخوة الرهبانة والشمامسة الأفاضل، والأخوات الرهبات الفضليات، الحضور الكريم من أبناء المسيح والكنيسة. اليوم صلاتنا تزامنت مع عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني 54. نرفع له أسمى آيات التهنئة، ونتمنى بأن تبقى راية هاشمية، بأن يبقى راية هاشمية مرفوعة بكل فخر واعتزاز فوق هامة كل مواطن عربي مقيم على ثرى هذه الأرض المباركة التي قدسها السيد المسيح بعماده في نهر الأردن. باسم كنيسة الفادي الإنجيلية العربية الأسقفية ومكتب فضائية نورسات في الأردن، أتقدم منكم بعميق الشكر على تلبيتكم الدعوة للصلاة من أجل وحدة المسيحيين، والتي حملت عنوانا
لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. فاجتماعنا هنا اليوم هو تجسيد لجهود المحبة للكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة. ففي هذا اللقاء الودي الأخوي جسدنا جميعاً كلام السيد المسيح حين قال: أنتم نور العالم، ونحن سنقول لرب المجد: بكلامك يا رب سيضيء نورنا للعالم، وسنكون ذاك الملح الصالح الذي أردت. كل الشكر لكنيسة الفادي ولراعيها ورعيتها الذين فتحوا لنا اليوم باب بيت الرب لنجتمع. شكراً لكم أصحاب السيادة والآباء الكهنة وإخوتنا الرهبان والراهبات لمشاركتنا صلاتنا اليوم ومنحنا بركة مسكونية للشبيبات وفرق الكشافة الذين ساهموا بمحبتهم على مرافقتنا بألحانهم الشجية ومعزوفاتهم الجميلة. ومعنا اليوم كانت شبيبة الروم الكاثوليك طارق مسلم. شكر خاص لتنظيمك الاحتفال مع شبيبة الروم الأرثوذكس وشبيبة كنيسة اللاتين. الشكر أيضاً لجوقات الترنيم ومن شارك بها. لنصلي بوحدة واحدة من أجل جميع المؤمنين الذين يؤمنون بإله واحد آب ضابط الكل، لكي نتمكن من عيش الشركة الأخوية على مثال جماعة أورشليم الأولى، وأن نشهد للوحدة التي يريدها الله، وأن نكون بصدق حاملي البشرى السارة للعالم في ظل كل التحديات التي تعبر فوق شرقنا. صلوا من أجلنا يا أصحاب السيادة لكي تبقى نرساة حاضرة في كنائسنا وفي كل بيت مسيحي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأن تشهد للمسيح بشجاعة في هذه الأرض المباركة، وأن نكون الملح الصالح لهذه الأرض والنور الحقيقي لهذا العالم. فمنذ عام 2005 ونرساة تبث أخبار ونشاطات الكنيسة في الأردن، حيث شهد الأردن عام 2012 إطلالة مولود إعلامي جديد هو المكتب الإقليمي الرسمي لقناة نورسات في الأردن، ليكون مكتباً ينقل بحرية وانفتاح نشاطات الكنائس وأبنائها. واليوم نحتفل معكم بالشمعة الأولى لموقعنا الإلكتروني الذي ينقل لكم بالخبر المكتوب الدقيق أخبار الأردن وأخبار الكنيسة فيه ونشاطات رعاياها، إلى جانب أخبار الكنيسة في العالم ومقالات لعدد من الكتاب. وحمل مكتب نورسات الأردن ومنذ تأسيسه رسالة الكنيسة المسكونية للكنيسة الجامعة المقدسة، فلم يفضل كنيسة على أخرى ولم ينحاز إلى جهة دون تلك، بل عهد وعمد على أن يكون رسالة حيادية مسيحية وطنية عربية عالمية للسلام والمحبة والطلاق. وقام المكتب على مدار سنواته القليلة بعدد من المبادرات التي لقيت استجابة سريعة لدى الشارع العام والمجتمع. فمنذ سنوات وهو يحمل على عاتقه إقامة صلاة الوحدة بين الكنائس، وكانت مبادرة العام الماضي خير مثال لصلاة الوحدة التي تقام لأول مرة في مطرانية الروم الأرثوذكس، حيث تجمعت تحت قبة الكنيسة كافة الكنائس الأرثوذكسية واللاتينية والكاثوليكية والإنجيلية. ويقوم مجلس رؤساء الكنائس في الأردن الذي يترأسه صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيليوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، الذي منحها بركته الأبوية في عدد كبير
من مبادرات ونشاطات مكتب نورسات في الأردن. إلى جانب ذلك، يقوم فريق مكتب نورسات الأردن بإعداد التقارير الإخبارية الأسبوعية التي تعنى بالشأن السياحي والديني ومبادرات الشباب. واستطاعت نورسات أن تشعل في أيلولة عام 2014 شمعة حصادها الأسبوعي بعنوان الأردن في أسبوع، لتعرض كل يوم جمعة في تمام الساعة 8 مساءً ما في جعبتها من تقارير ونشاطات وأخبار أردنية وطنية وكنسية، قادرة أن تخدم وتحمل للعالم رسالة للمجتمع الأردني الذي هو جزء أصيل لا يتجزأ من الأمة العربية الواحدة. وباتت نورسات الأردن طلبة للمؤمنين أمام مذبح الرب، حيث أصبح المؤمنون يرفعون الصلاة على نية استمرار نورسات في الأردن رسالة محبة وخير وتلاقي في كل بيت. اليوم نورسات الأردن تحمل على مواقع التواصل الاجتماعي قرابة 50,000 شخص معجب بنشاطاتها، وأكثر من 100,000 متابع لكل أخبارها وتغطياتها الإعلامية. ومن هنا، من أرض معمودية السيد المسيح، أرض إعلان البشارة، وبهذه المناسبة نجدد من هذه الكنيسة وبشركة الوحدة المسيحية الحب والبيعة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني الملك الإنسان، داعينا العلي القدير أن يحفظه ويحمي بلدنا واحداً موحداً بأمن وسلام، وأن يرعى جيشنا وأجهزتنا الأمنية وحكومتنا الرشيدة، ونحن نعاهد الوطن أن نبقى الأوفياء الذين يعملون دوماً من أجل الوحدة الوطنية، ليبقى الأردن أنموذجاً يحتذى به في الوحدة والتآخي والوئام. وكل عام وأنتم بألف خير. أبائنا الأجلاء، بركتكم الرسولية، لنقف ونقبل البركة من رؤسائنا. اذهبوا بسلام المسيح.